بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعين القناة، تشرفت اليوم جمعية رجال العرب والأناضول للترجمة والسياحة والاستثمار بزيارة المساعد الأول لمفتي ولاية سامسون في تركيا. تناقشنا في هذا اللقاء الودي طبعا عدة مواضيع، من ناحية يعني الجالية العراقية، الوضع اللي دا يصير، طرقنا إلى التاريخ التركي والتاريخ العراقي، وكل هذا الهدف من عنده هو توطيد العلاقات بين الأتراك والعرب بصورة عامة وبين الأتراك والعراقيين بصورة خاصة. طبعا هاي اللقاء الودي احنا زرناه في أحد المرات، احنا زرنا سيادة السيد المفتي في وقت سابق، وهسه لبى الدعوة مالتنا، وإن شاء الله هاي النشاطات احنا على تواصل، ودائما راح تكون نشاطاتنا اكثر. تعرفون اعضاء الجمعيه، كل ما تزيد الاعضاء الجمعيه كل ما النشاط يكثر. الهدف الاول هو احنا الاندماج مع الشعب التركي، هذا اللي نهدف اليه، انه لازم يكون اكو اندماج مع الشعب التركي حتى نقدر نحقق الاهداف اللي احنا رسميها ببالنا. طبعا تعرفون العراقيين رفض الاقامات وغيرها وغيرها، كل هذا سبب انه احنا العراقيين ماكو اندماج مع الاتراك، اغلبيتنا السلبيات اللي صارت وغيرها وغيرها. فلكن ان شاء الله بالمستقبل نحقق نتيجة باذن الله تعالى. واخليكم هسه حاليا طبعا اكو فيديوهات يعني مع لقطات من زيارة السيد مساعد المفتي، فهسه راح تشوفون هاي الفيديوهات، وان شاء الله نبقى على تواصل، واتمنى تشاركون هذا الفيديو على اوسع نطاق حتى يوصل لأي شخص يحب يطلع على أهداف ونشاط جمعية رجال العرب والأناضول للترجمة والسياحة والاستثمار. فأخليكم هسه حاليا مع هذه اللقطات من الاجتماع الودي، وإن شاء الله أوافيكم بالأخبار أول بأول. نذكركم بالصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. بدون الحدود، بدون التأشير، فيزا أو إقامة. إذن المسلمون إخوة، وليس هذا قولنا. القول الله سبحانه وتعالى، الآية إنما المؤمنون إخوة، يعني أعلن الله تعالى كذلك. نحن نؤمن بالله، نؤمن الرسول محمد مصطفى عليه الصلاة والسلام، ونؤمن بالقرآن. وهكذا عند عهد العثمانيين أو السلاجقيين كان الجغرافيا الإسلامية الدولة واحدة، ملة واحدة. أما ولكن بعد ذلك افترقا. إذن الأجانب يقولون تسد، يعني يفرق، فرق تسد. وهكذا نجحوا من قبل. في أيام الأضحية أنا كنت موظفا رسميا في قرغيزستان، عشان نحن نضحية، يعني القربان نحن نقول أنا أضحية القرغيزستان. أنا أقول لهم نحن لا نتفق في اللسان. الآن أنتم يعني ممتاز، إذن أنا أتكلم لغة العربية، ما شاء الله. وهكذا وهكذا نحن نتفق، يعني إن شاء الله. نفهم بعضنا بعض. أما ولكن أنا تركي قرقيزي تركي، أما ولكن لا نتكلم. لا ما شاء الله جيد، ما شاء الله. الحمد لله، ما شاء الله جيدة. أنا أقول لهم
أنا تركي وأنتم تركي، أما ولكن لا نتكلم لا نفهم بعضنا على بعض. شوف إذن أستاذ إذن الإخوة، بعد العثمانية أنا الحرب العالمية الأولى، الأجانب إنجلترا فرنسا أمريكيون روسيون وما أشبه ذلك، وهم انقسموا الدول الإسلام، الدول التركية، إشتا روسيا لكم، الدول الأفريقية فرنسا، هؤلاء دولة لكم، التركية السعودية وهكذا إنجلترا وأمريكا لكم، دخلوا يعني بيننا بالأجسام بالوجود بالأفكار بالأخلاق بالعرف وهكذا كل شيء، وهكذا بالمدارس الأهم، المدارس كل شبابنا كل أولادنا وهم درسوا، أما كيف النتيجة؟ أخذ الثقافة الأوروبية وكذلك يهجم على أبويه على أجدادهم، يسب على أجدادهم. المشكلة في بدأت في الأسرة أولا، الأولاد والأبوين وأجداد وهكذا، والثقافية كذلك، هؤلاء اشتق قديم نحن اشتق مجدد وهكذا هكذا. بق الأتراكيون، الأتراك لا يتفقون باللسان أولا، لسان أنا نحن لا نتكلم معهم، إذن أنا أقول لهم أنتم أتراك أنا تركي، أنا تركي أما لا نتكلم. إذن الروسي موسكوف دخلوا الدولة التركية، كل شيء خرب ودمر، دمر كل شيء، اللسان اللسان أكثرهم يعني الكلمات الروسية لا تفهم، الحروف الحروف كريل يعني ألفابة يعني أبجد. المادة الأولى الدين، يمكن أن يستعمل يعني في الشر في الفتنة وكذا، العنصرية أنتم كذا كذا نحن كذا كذا، نحن إشتا مرتفع منكم وأنتم إشتا كذا كذا. شوف كلاهما مشكلة جدا، خطأ ومشكلة. إذن العنصرية كلهم يتعلمون ويدرسون، والثقافية قوية وكذا، كذلك المجادلة، الروح المجادلة هذا أهم جدا. أنت تعلم شيئا كثيرا أما لا يستفيد منك آخرًا أبدًا، أنت تخاف، أنت تجلس، أنت لا تفعل شيئًا، يجب علينا كل شيء يا إخوان. أهلًا وسهلًا فينا. نحن نقول أو أنا أقول يعني المسلمون إخوة، يجب علينا التعاون في الاقتصادية في السياسية في الجغرافية في الاستراتيجية حتى في العلوم وما أشبه ذلك في الحياة الناس، ويجب على المسلمين ألا يشك يعني بدون ريب، يعني الأتراك كذا كذا قالوا أو العرب قالوا كذا كذا، هذا ولا يجب، يجب على المسلمين التبيين. أصلا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وهكذا، ولا يلزم علينا يعني
الأتراكيون كذا، العربيون كذا، أو آخرين كذا. هذا يعني الفتنة أو أجانب يحبون كذلك، يعني يقولون وهؤلاء كذا وهؤلاء كذا، يعني مذبذبين بين ذلك. هذا ولا يلزم على المسلمين. بوسيلتكم يعني معكم يعني حضور الجميع، أو يعني أو عراقيون أو سوريون وما أشبه ذلك، بل يعني أترك يقولون أن هؤلاء الناس يعني الناس ممتازون، الناس جميلون، الناس يعني سليمون وهكذا. إذن بعض الناس يهجمون يعني العنصريون وما أشبه ذلك، يعني نحن نرد عليهم. أما ولكن الأهم لكم يعني إن شاء الله العلاقة التجارية وما أشبه ذلك سوف يكون بيننا المحبة، يعني السبقي يعني المحبة، العلاقة حمية يعني. أيوة، وهكذا أنا نحن نتمنى كذلك. أهلا وسهلا في بلادكم يعني. علي إحسان. علي حسين. علي فبي أي علي. آه. علي. ضابط عسكري سابق. طيب. خريج لغات إنجليزي. طيب. دبلوم إنجليزي، دبلوم فرنسي، ودبلوم حاسب. طيب. أنا درست في فرنسا؟ لا، في العراق. في العراق. جامعة بغداد. طيب. الآن في تركيا ماذا؟ في تركيا حالياً موقع عمل فقط عن الإعلام يعني. إن شاء الله. في الجمعية عن الإعلام تقريباً. عند. الإعلام دار جايين. دار صورهم دار نكتة. طيب طيب. أهلاً وسهلاً. يوتيوب قناة وريدة. طيب أهلاً وسهلاً. أستاذ. ان شاء الله. سيادة المفتي، احنا نشكر حضورك وكل عام انت بخير بمناسبة السنة الهجرية الجميلة. وحبذا انه احنا طبعا نشكر الحكومة التركية استقبال العراقيين بعد ما فتحت ابوابها السنوات الاخيرة. تعرف الظروف صعبة كانت في العراق، فتحت ابوابها لكل الجنسيات. فكلمة طيبة هاي مناسبة السنة الهجرية الجمعة الجالية العربية والعراقية يعني. كلمة طيبة. كل عام وأنتم بخير يا إخوان. الهجرية، شكرا. التقويم الهجرية أساسا، أما ولكن بعد العثمانيين كل شيء تغير، وكذا تغير التقويم. التقويم الآن نحن نستعمل أو بلاد العالم الإسلامي الميلادية. الميلادية يعني مولود عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام كذا كذا. أما ولكن استعملوا المسلمون التقويم هجرية. إن شاء الله سوف نعود إليها يوما ما إن شاء الله. Biz Türkiye'de misafirperverliğinizden dolayı size çok çok teşekkür ediyoruz. Biz Irak halkına bir şey söylemek ister misiniz? Ne gibi bir şey söylemek istersiniz? Nahnu nekul ya ev ana ekul yani el muslimun ihve yecib aleyna et ta'avun fil iktisadiyye fil siyasiyye fil coğrafiyye fil stratejiyye حتى في 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 العلوم وما أشبه ذلك في الحياة الناس. ويجب على المسلمين ألا يشك يعني بدون ريب، يعني الأتراك كذا كذا قالوا أو العرب قالوا كذا كذا، هذا ولا يجب. يجب على المسلمين التبيين. أصلاً إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا.
نذكركم بالصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم.